والله أثار استغرابي كثيرا. أنا اليوم كلمني السيد عمار الحكيم، سمحت السيد عمار، واتفقنا على الحكمة والفطنة والضبط النفس بالتعامل مع الأحداث، وكانت مبادرتنا مبنية على هذا الأساس، مبادرتي أنا شخصيا يعني. وأنا حديثي مع المستمر مع هادي العامري ومع قيس الخزعلي ومع الأخوان ونور المالكي، كما أن حديثي مع التيار الصدري مستمر. بس إحنا ما نقدر، بالإضافة إلى الأكراد طبعا وغير الأكراد، بس إحنا ما نقدر نستعين بجهة ضد جهة أخرى، ولا نريد نستعين بجهة ضد جهة أخرى. إحنا نريد الكل يتفهمون. هسه مو تفهموا هم، الله هذا جيب طيل السنة وهذا طيل الشيعة وهذا طيل المسيحيين الأكراد، يخلي يتفهمون، خلي يحلون هاي اللغز. فيا أخي إحنا يعني بصراحة أستاذ نجم أقول لك شيء، إحنا ما عارفين شو نريد، وأكو فوضى تكتنف العملية السياسية، والفوضى لا تنسى يعني بصراحة أقول لك وبأخوة وبوضوح كلش، نعم أكو تدخلات أجنبية بيها، أها. تدخلات أجنبية واضحة، تدخلات أجنبية تحاول تسمم أجواء العراق. نعم يعني من تشتغل رحمة الله من إيران ومن تركيا، شنو إحنا خرفان قوم خرفان؟ من أمريكا تضطر توقف ويا إيران لو ويا تركيا، زين على أساس؟ أنتوا يا أمريكا مو أنتوا ناس عقال يفترض ولكم دور كبير بالوضع الدولي، يعني على أساس؟ لهذا يعني مو صحيح. يعني أنا شخصيا أشوف هذا الاتجاه راح يقودنا أما إلى حرب أهلية أو لا سمح الله إلى تحطيم العراق. أما العملية السياسية فأتركها بشكلها الحالي. إحنا بحاجة الآن إلى اجتماع ومؤتمر لإعادة صياغة عقد اجتماعي واقتصادي وسياسي بالعراق. ترى بدون هذا ما راح يمشي العراق نهائيا إلى الأمام، راح يبقى يرجع للوراء. عقد جديد مثل ما سوينا قبل، عقد جديد، دستور جديد، والكل دا يحشون هسه الحكي، كنا إحنا الوحيدين نحكي هسه الكل قاموا يحشون. أي ما يصير يعني، ما لا يجوز انه نستعمل احنا يعني طريقه العجرفه والتعجرف والتضادد ويا كل الخصوم السياسيين. خصومه والاجتهاد هذا مفتوح. يقول لك علي بن ابي طالب عليه السلام يقول لك حمل القران حمل اوجه، زين حمل اوجه القران هذا علي بن ابي طالب مو انا داعشي. اي زين ليش مو حمل اوجه اذا الموقف السياسي البشري العادي مو الرسالي مثل علي بن ابي طالب سلام الله عليه؟ ما يصير يا اخي. لهذا انا اعتقد انه احنا اذا ابتعدنا عن اجواء المؤتمر وصار العمل متضاد، هذا يصعد وهذا يصعد وذاك يصعد، فهذا راح ينفجر الموقف والعراق يتفسح.